وينضم معنا من مأرب مراسل الإخبارية عبد الفتاح غلاب. أهلا بك عبد الفتاح، متى وصل الرئيس اليمني مأرب وماذا عن جدول زيارته للمحافظة؟ رئيس الجمهورية وصل قبل ظهر اليوم إلى مدينة مأرب، تعتبر الزيارة هي الأولى لمدينة مأرب بهذا الوقت الحكومي رفيع المستوى مع نائبه رئيس الجمهورية. الهدف من الزيارة هو الاطلاع على الأوضاع الأمنية والإشراف على تحرير بقية المحافظات وعلى رأسها محافظة صنعاء. الزيارة انعكست كانت إيجابية ومميزة، وهي بمثابة رسالة تطمينية للشعب الذي طالما انتظر مثل هذه الزيارة. نعم عبد الفتاح، هل من قرارات على مستوى العمل العسكري لعملية تحرير صنعاء؟ في المؤتمر الذي عقده الرئيس اثناء وصوله محافظة مأرب، اكد ان الجيش الوطني سيواصل دحره للانقلابيين الذين رفضوا اي حل سلمي رغم الفرص التي منحت لهم وكانت كثيرة، وخاصة بعد مؤتمر الكويت. أشار الرئيس إلى أن علم الجمهورية سيرفع على جبل مران، والتقينا بعدد من القيادة العسكرية اليوم، أكدوا لنا أن الجيش الوطني على خطة الاستعداد وأن هناك خطة جاهزة لتحرير العاصمة صنعاء. نعم، هل من معلومات لديك حول مدة الزيارة وهل هناك زيارات لمناطق أخرى؟ الزيارة ستستمر لعدد من الأيام أخيرا، سيقوم بزيارة عدد من المناطق في محافظة مأرب، وسيطلع على القريب لمحافظة مأرب، وهناك كمان زيارة إلى جبهات القتال القريبة من محافظة صنعاء. نعم عبد الفتاح غلاب مراسل الإخبارية من مأرب، شكرا جزيلا لك.